9 أسباب لضعف العضلات. لفهم ضعف العضلات، خلينا نقول مثلا، هل تواجه صعوبة في القيام على الكرسي؟ أو تجد صعوبة في فتح الجرة؟ كثير من الأشياء يمكن تخليك تفقد قوتك وتجعلك تشعر بالضعف. أحيانا يحدث هذا الضعف فجأة، لكن غالبا ضعف العضلات يتسلل شيئا فشيئا مع مرور الزمن. ضعف الحسبان، أن ضعف العضلات يختلف عن الإنهاك أو الشعور بالإعياء والألم. ادعموا القناة بالضغط على زر الإعجاب واشتركوا في قناة إفادة حتى تصلكم معلومات مفيدة. أسباب ضعف العضلات: التقدم في السن، عندما يتقدم الشخص في العمر يخسر شيء من الكتلة العضلية ويصبح أضعف. يسمي الأطباء هذه الحالة بالضمور العضلي، قد لا تلاحظها قبل 60 أو 70 من العمر، كما أن بعض الحالات المرضية قد تسبب ضمور عضلي أيضا وتجعل الشخص عاجز عن الحركة. الأدوية: بعض الأدوية تسبب ضعف العضلات. إذا كنت تتناول الأدوية وتشعر بالضعف ولا تدري عن السبب، اسأل الطبيب أو الصيدلي إذا كانت الأدوية التي تتناولها لها علاقة. الزكام والإنفلونزا: إذا أصبت بزكام شديد أو إنفلونزا فسوف تشعر بالتعب والضعف، قد يستمر هذا الضعف إلى أسبوعين. كورونا فيروس كوفيد-19: الإصابة بفيروس كورونا يشابه الإنفلونزا ويتضمن السعال والحمى والشعور بالضعف والتعب، لكن فيروس كورونا قد يسبب بعض الأعراض في أجزاء مختلفة من الجسم من ضمنها ضعف في العضلات. إذا أصابت الشخص حالة كورونا أو أي مرض آخر يجعله يلازم السرير في البيت أو في المستشفى لأيام أو أسابيع، فسوف تخسر العضلات قوتها بسرعة. العلاج الطبيعي في المستشفى أو التمارين في المنزل سوف تساعد في استعادة العضلات لقوتها. إصابة في العضلات: إذا رفعت شيء ثقيل جداً أو إذا طبيعة عملك تتضمن حركة متكررة، فقد تصاب بشد عضلي أو حتى تمزق عضلي يسبب ضعف في العضلات. التصلب المتعدد: ضعف العضلات يمكن أن يكون علامة على حالة صحية خطيرة مثل التصلب المتعدد. في هذه الحالة يهاجم الجهاز المناعي الطبقة الواقية اللي تحيط بالألياف العصبية، مما يؤدي إلى انهيار الاتصال بين الدماغ وأجزاء أخرى من الجسم. تختلف علامات وأعراض مرض التصلب العصبي المتعدد بشكل كبير من شخص لآخر، ولكنها غالبا ما تشمل خدرا أو ضعفا في أحد الذراعين والساقين أو كليهما. السكتة الدماغية: إذا ضعفت عضلاتك فجأة فقد تكون سكتة دماغية. في معظم الأحيان سيؤثر ضعف العضلات المرتبط بالسكتة الدماغية على جانب واحد من الجسم وليس الجانب الآخر. قد تلاحظ أيضا دوخة، رؤية مشوشة، صعوبة في المشي أو الكلام، فقدان التوازن، صداع الرأس. السكتة الدماغية هي حالة طبية طارئة. إذا كنت تعتقد أنك أو أي شخص آخر قد تكون مصابا بسكتة دماغية فراجع الطوارئ أو اتصل بالإسعاف فورا. الحمل: هناك العديد من علامات وأعراض الحمل بما في ذلك التعب، ولكن ضعف العضلات بشكل عام ليس من بينها. إذا كنت تعاني من حالة أخرى مثل الوهن العضلي الشديد الذي يضعف عضلاتك مما يزيد الحمل سوءا، راجع الطبيب إذا كنت حاملا وتعاني من ضعف عضلي لا يمكنك تفسيره. على الرغم من نذرته، إلا أنه قد يكون علامة على وجود مشكلة صحية مثل متلازمة جيلان باريه. حالات أخرى: هناك العديد من الحالات الصحية الأخرى التي يمكن أن يصاحبها ضعف العضلات، مثل اضطرابات النوم، اضطرابات الغدة الدرقية، متلازمة التعب المزمن، التهاب الجلد والعضلات والاعتلالات العضلية الأخرى، الوهن العضلي الوبيل، السكتة القلبية، ومرض السكري. إذا كنت تعتقد أنك تفقد قوتك ولا تعرف السبب فاستشر الطبيب. شاركوا هذه المعلومات أصدقائكم. إذا أعجبتكم المعلومات اضغطوا على زر الإعجاب أسفل الفيديو واشتركوا في قناة إفادة حتى تصلكم معلومات مفيدة.